دينا متابعينا الكرام صباح الخير على شاشه قناه تشوف تي في كنجوج معكم مباشره من مدينه تطوان. ف يعني عشاق يعني التربيه ديال الحيوانات التربيه ديال الدجاج او الطيور ولا انواع ديال الطيور باش فاليوم يعني كذلك يعني جبنا لكم يعني جوج ديال الكوبل ديال كما كنقولوا ديال القلينه ولا الارنب. هذو الارنب ديال التربيه اللي تشوفوا يعني مستانسين مع الانسان كيخافوا ما كيعرفوا هما يعني هذو ديال التربيه. سبحان الله على الشكل ديالها شحال زوين والسنة الأنثى هذي سبحان الله العينين ديالها سبحان الله على لون فيهم سبحان الله تعالى يعني العينين يعني ماشي غوزي وسبحان الله يعني الشكل ديالهم رقيقي وكذلك يعني الشكل ديالهم يعني زوين بزاف. وهادو يعني كما قلت يعني القدار ذبحهم ولكن يعني صحيح يعني ماشي ذبيحة فكيكون يعني جداد البري هو ديال الذبيحة وديال الأكل. هادو يعني طبعا يعني الناس ديال التربية اللي باغيين أنهم يربيو القلايم في المنزل ديالهم يفرخوهم يديرهم يعني فرح. هادو يعني هاد الكوب ديال البقلاين يعني كما كتابعو معنا يعني متابعينا الكرام يعني على هاد المباشر في هاد التغطية المباشرة هاد الشكل ديال هاد الكوب هذا شحال زوين. وهاد الشكل القلاين ديال التربية يعني ديال الدار يعني يكون معاك يعني في الدار يدورو معاك في الدار يعني مكاينش شي مشكل مكاينش شي إشكال يعني ما يهربوش بزاف وتقدر تجبرهم وتقدر تهزهم. وهادو كيتسمو يعني القلاين ديال الميترو وطبعا يعني كما قلت لهم هاتو هاهي شوف لابي يدك تعطيها كلشي ما تضربك ما تهرب ما تدير شي حاجه. الذكر كذلك هو متابعينا الكرام انتم كتشوفوا حتى هو هذا الذكر ديال المضروب تبارك الله يعني انتم كتشوفوا سبحان الله يعني انتم كتشوفوا شحال كبير تبارك الله تعالى كنشوف الشكل ديالو يعني غليظ. وطبعا يعني الثمن ديال الواحد فهو يعني 100 درهم وبجوج بهم يعني كما كنقولوا يعني كيسوا 200 درهم زعما كتشوفوا يعني سبحان الله يعني حتى الانثى هي غير الانثى هذه مسكينه شحال زوينه بزاف لعب فيها ضربك ما تعطيك ما تجي ما تهرب منها هادو كلاين كما كنقولوا حنايا ديال التربية خاصين غير التربية الذكر كذلك العماه من بغيتي من فرق منك ما والو انسان يعني اللي عنده اتساع يعني اللي كيبغي انه يربي هاد الكوبل هادو ما سبحان الله هادو القلين يعني اللي ولادين طبعا يعني هادو راه بديل هادو راه ولادين يعني صراحه يعني كيولدو كيديرو وليدات سبحان الله يعني معروف على القلين انه يعني معروف على القلين انه يعني واحد الارنب يعني واحد النوع ديال الارنب يعني اللي كي الله ياكلو ثلاثه من يديك كياكلوا كل شيء مطيشه الخاص التربيه ديالها ماشي صعيبه كما كتشوفوا يعني متابعينا الكرام يعني معكم يعني في التغطيه المباشره هنا مقرب يعني مدينه تطوان مقرب يعني اسواق مدينه تطوان يعني معنا يعني جوج ديال الكوب ديال القناه يعني كما قلنا عفوا الذكر والانثى الذكر والانثى ديال التربيه القلين ديال التربيه ماشي ديال كما كنقولوا يعني ماشي بلدي ماشي رومي ماشي الرومي اللي كيكون يعني خاص غير بالاكل يعني
عفوا بريان كيكون يعني في الجبال وداك الشيء، هذا راه ديال التربيه كما كتشوفوا يعني ربيو كياكلوا كل شيء، يعني كياكلوا انواع ديال الربيع كامله، فصائل ديال الربيع الخاص مطيشه اللي كيشبه يعني من الاكل، جميع انواع ديال الربيع كياكلوها. جزار معروف على كما كنعرفوا يعني القليل يعني معروف عليه عزيز عليه الجزار، وطبعا هذا الربيع ديال الجزار كما كتشوفوا يعني كياكل وكيشرب مزيان مع راسو، فقدر تكون يعني مربيين في الطريق من يدك ها هو كياكل حتى الخاص مكاينش شي مشكل، وسبحان الله يعني الشكل ديالهم هذوما زوينين. واصلا يعني كما قلت يعني حتى الناس يعني كيربيهم حيت كليك تربيهم حتى في الدار. سبحان الله كاين هذا النوع خصوصا هذا البيض هذا اللي عنده هذا العين سبحان الله هذا العين حمراء، فهادو يعني سبحان الله يعني كيتوالفوا مع الانسان يعني دغيا يعني مع البشر مع الوليدات الصغار فهما كيولع فيه، وسبحان الله يعني كيتربى يعني حتى في الدار تقدر تربيهم الى سانستيم يعني المضاعفين يعني الضو ديالهم وكل شيء، فهما كيتربوا وكيبقوا عاقلين يعني خصوصا يعني كما قلت هذا الجلد هذا فهو عفوا هذا القليل هذا فهو القليل ديال التربيه وخاص بالتربيه. وطبعا يعني كاين هنا كاين باقي عندنا الناس هنا في مدينه تطوان اللي مولوعين يعني بالتربيه ديال انواع ديال القليل، كتبرى بزاف ديال الناس يعني كيربيو قليل في الدار وكتبرى سبحان الله سبحان الله يعني عندهم اتساع واخا في الدار غير في السطح السطح ديال الدار كيشكروا واحد المطاع يعني وكيديروا لهم يعني الله يزيرهم كيديروا لهم يعني السكن ديالهم وكيكبروا لهم القليل وكيولدوا الله يعني القليل هذا الله يعني ولاده يعني كل عام يعني سبحان الله كتولد يعني كتولد واحد العدد اللي هو كبير تقريبا يعني عندها جوج الولدات في العام وكل ولده يعني سبحان الله فيها تختار داك 7 8 ديال القليلات يعني 7 14 سبحان الله يعني تختار تعطيك يعني حتى 14 قليله في العام، ديك القليل يعني عاود كيكبروا دغيا وتما عاود كيولدوا دغيا. سبحان الله يعني الارانب يعني سبحان الله التربيه ديالهم هي التربيه اللي هي جميله جدا، وطبعا يعني اللي عنده اتساع فهو يعني كيقدر انه يربيهم وحتى الماكلة يعني بالنسبة يعني تشوف جات حتى الكاميرا كتشمش مش الكاميرا. إذا هادو هما الكوبل هنا في مدينة تطوان متابعينا الكرام يعني اللي بغاهم كما قلت يعني الثمن ديالهم يعني وسط يعني الثمن ديالهم يعني وسط 200 درهم 100 درهم يعني الواحد، وكاين يعني حتى فراخ صغار الثمن ديالهم يعني كما كنقول ديال الماكلة الثمن ديالهم كيبدا ب 20 درهم 30 درهم يعني عادي. طبعا حنا كنتحدثوا على الترين ديال الماكلة عفوا ديال التربية اللي باغي يربي ولا باغي يعني عزيز عليه يعني عنده اتساع سبحان الله، يعني كنجبر الناس يعني عندهم اتساع عندهم غراس يعني اتساع اللي يربي فكيربيوهم، واللي معروف على ان على القليل يعني معروف عليه يعني كيتأقلم دغيا وكيولد دغيا، والماكله ديالهم يعني ما عندوش شي ماكله بحال الدجاج يعني ما اختصاش شي غاب العف، فالماكله ديالهم كياكلوا الخضره كامله يعني دابا الخضره الا كدوز للسوق كتبغى ديك الخضره اللي مضروبه ولا داكشي كتمشي كدار كتقطع كتعطيهم كياكلوها، خصوصا الجزر ولا ربع ديال الجزر ولا ربع ديال اللبس ولا ربع ديال البربا يعني جميع انواع ديال الربع كياكلوها. طبعا يعني ما كيسهل كلشي حاجه اللي هي بزاف يعني تقدر تقول عينك عاد تصرف عليهم بزاف الماكله بالعكس كما كتشوف يعني الدجاج كاين بعض الارنب يعني اللي كيكون بري فيها جد الحديد ديال في هيدا اللي ما فاش كتلقى انه يعني هرب ولا يعني مشى شي موضوع. اذا هادو كوب المتابعين الكرام هنا في مدينة تطوان يعني كما كنقول كوب ديال القليل الثمن ديالهم يعني وصل 200 درهم، الشكل ديالهم كما كتشوفوا الشكل ديالهم سبحان الله شي حاجه زوين، خصوصا هاد الأنثى يعني اللي بيضاء الذكر يعني حتى هو يعني عاود زوين، طبعا يعني حنين حتى هو يعني ديال التربيه، وطبعا يعني كاين بزاف ديال الناس يعني كيعشقوا هاد النوع ديال التربيه ديال هاد الانواع ديال الحيوانات منهم يعني القليل، وهذا القليل يعني كيتسمى يعني قليل ديال المترو وقليل ديال التربيه يعني مربي وكيتأقلم دغيا. وطبعا يعني كاين بزاف ديال الناس عزيز يهمهم انهم كذلك يشريوهم ويبيعوهم يعني كيديروهم في الطواجنات الطاجين ديال القليل يعني كيجي بنت بزاف يعني طبعا يعني كل واحد وشنو كيبغي، ولكن يعني تعز عليك القليل يعني كيقوم هذا الشكل ديالها زوينين الناس بحال الله تعالى الناس حدا وهي ويعني الافكار ديالها انك تشريهم يعني يعني بسنسين عمر. طبعا يعني متابعينا الكرام كما كنقولوا احنا الكوب هذايا
هو يعني كوبل خاص فريد من النوع ديالو مربي مع بعضياتو والثمن ديالو انا طبعا يعني كنقول يعني الثمن ديالو 200 درهم يعني بجوج بين كلكم وطبعا يعني ملي كتجي تشري فطبعا كاين الثمن كاين يعني يقدر يقدر يصوب معك يعني يعني كيبيعو ودائما يعني حنا هنا مدينه تطوان يعني في مكان ديال الحيوانات الانواع ديال الحيوانات الطيور والذكور فحنا كنتواجدو معكم هنا السوق المركزي متابعينا الكرام دائما السوق المركزي ودائما يعني كل نهار يعني كنجيب لكم جديد باش نوريكم يكون جديد فطبعا يعني كنقولوا هذا الجديد ديال هذا الكوب هذا اللي هو يعني كوب ديال التربيه وخاص بالتربيه ووصل الثمن ديالو يعني 200 درهم اذا متابعينا الكرام يعني كنحييكم على متابعه ديالكم هذا التقرير المباشره طبعا يعني دمتم في رعايه الله وحفظه ان شاء الله تعالى الى اللقاء في المباشر جديد. Thank you.